عقد رجل قرانه على فتاة وتوفي قبل الدخول بها، وكان صاحب مال وسيقرر له معاش من قبل الدولة، فهل يحق للفتاة أن ترثه في ماله وفي معاشه؟ ما دام عقد الزواج قد تم فكل من الزوجين يرث الآخر عند الموت، سواء كان قبل الدخول أو بعده. أما المعاش فله نظام خاص، وإذا لم يعين المتوفى من يستفيد من معاشه يوزع كالميراث، والله أعلم.